بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن ها نحن مع الحلقة الثالثة، حلقة أوظف معارفي في تمارين الأمن الكهربائي. إذن فبدون إطالة مع التمرين رقم 9، أوظف معارفي كيف أصلح مصباحا كهربائيا بحذر. عند تصليح غمد مصباح كهربائي بجانب سريره، فتح مختار القاطعة التي تتحكم في تشغيله أو إطفائه، فإذا به يصاب بصدمة كهربائية عند لمسه لأحد السلكين الكهربائيين. السؤال يقول: ما هو الخطأ الذي ارتكبه مختار؟ ماذا يجب فعله أن يفعل لتصليح هذا الغمد؟ إذن الخطأ الذي ارتكبه هذا الشخص هو محاولة إصلاح غمد مصباح السرير وهو موصول بالمأخذ. هنا ننتبه أن المصباح السرير مزود بقطاع، والقطاع مزود بقاطعة، يعني لدينا خيار أسهل من فتح القطاع وتغيير موضع القاطعة من الحياد إلى الطور، لأن القطاع يوضع بكيفية عشوائية في المأخذ، يعني قد تأخذ بالوضعية الأولى فيكون القاطعة موجودة على الطور، تقلب القطاع تصبح القاطعة على الحياد. لهذا لا نفكر في فك القاطعة وتغيير موضع السلك، وإنما لكي يصلح غمد المصباح السرير عليه أن يعزله عن الشبكة الكهربائية فقط، لأنه قلنا ينزع القطاع من المأخذ، لأن عملية فك الدارة الكهربائية لمصباح السرير سهلة ومتاحة، يعني تقوم بعزله عن طريق القطاع فقط، وبالتالي فلا داعي لفتح قلنا القطاع وتغيير وضع القاطعة، وليس بحل عملي. إذن هذا بالنسبة للتمرين 9. التمرين 10: تركيب كهربائي مناسب لمنزل. ارسم دارة كهربائية منزلية انطلاقا من الطور P والحياد N، وتحتوي على مصباح كهربائي، آلة غسيل، مع شرح أجزاء التركيب واتخاذ الاحتياطات الأمنية الواجبة. إذن هذا مخطط مقترح لإنشاء هذه الدارة الكهربائية. إذن لدينا انطلاقا من الطور، ها هو P ملون باللون الأحمر، والحيادي ملون باللون الأزرق، ولدينا هذه صورة للقاطع التفاضلي أو القاطع، نعم، القاطع الرئيسي أو التفاضلي. قال نزود أو نقوم بإنشاء دارة لمصباح. إذن ينطلق الطور إلى القاطعة، من القاطعة إلى المصباح، ومن المصباح نعود إلى الحياد. إذن هذه الدارة الكهربائية للمصباح. عندما نغلق القاطعة يمر الكهرباء في المصباح ثم يعود إلى الحياد وهكذا. الآن آلة الغسيل، يعني نحضر أو نقوم بإجراء تركيب مأخذ ثلاثي الأطراف أيضا بين طرفي الطور والحياد، سلك من الطور إلى المأخذ، سلك من الحياد إلى الجهة المقابلة في المأخذ، يبقى لنا الطرف الثالث المختلف عنهما يعني البارز بمسمار، يكون موصولا ب التوصيل الأرضي. إذن يكون مأخذنا مزود بثلاث أسلاك: سلك إلى الطور، سلك إلى الحيادي، وسلك إلى التوصيل الأرضي. إذن وهكذا تكون الشبكة أو تكون الدارة ذات استعمال آمن لمستعملها، يعني الشخص إذا لمس هيكل الغسالة يكون في مأمن من التسرب الكهربائي لوجود التوصيل الأرضي كما تلاحظ هنا. كذلك زودنا المأخذ بمنصاهرة دلالتها مناسبة لآلة الغسيل، يعني هنا تختار المنصاهرة التي توفر الحماية للجهاز. هذا بالنسبة لمخطط الدارة المطلوبة. نمر إلى التمرين 11: أين الخلل في التركيب الكهربائي المنزلي؟ لاحظت ربة بيت
أنه عندما توصل الغسالة والثلاجة بالتغذية الكهربائية مع تشغيل المصباح ينقطع التيار الكهربائي. برأيك ما سبب ذلك؟ إذن فسبب انقطاع التيار الكهربائي عند استعمال مجموعة من الأجهزة كالغسالة والثلاجة والمصباح، فهذا يدل على أننا تجاوزنا شدة التيار التي ضبط عليها الجهاز التفاضلي. فمثلا هو مضبوط على قيمة قدرها 10 أو 15 أمبير، فحينما تشغل أنت هذه الأجهزة الثلاثة فإن الشدة التي تمر في الدارة الإجمالية يعني في الجهاز في القاطع التفاضلي تكون قد تجاوزت القيمة، وبالتالي فإنه يقطع بصفة آلية لسخونة العنصر الفاصل في القاطع التفاضلي. إذن اقترح حلا ليشتغل كل من الجهازين والمصباح في الوقت نفسه. إذن لحل هذا الإشكال، الخيار الأول هو أننا نقوم بضبط الجهاز من جديد على قيمة أكبر، يعني إذا كان مضبوط على قيمة قدرها 15 أمبير مثلا وصارت 15 أمبير لا تكفي، فإننا نضبطه على قيمة قدرها 20 أمبير مثلا. في هذه الحالة تشتغل الأجهزة معا دون إشكال. إليك مخطط تركيب الكهرباء في الغرفة المعنية. ثالثا، أعد رسم المخطط الكهربائي السابق مبينا عليه التعديلات والإضافات التي تراها مناسبة لحماية كل جهاز من الأجهزة الكهربائية ومستعمليها من أخطار التيار الكهربائي، مع تبرير كل تعديل أو إضافة. إذن هذه هي صورة لإعادة هذا التركيب مع العناصر التي أضفناها. إذن نلاحظ أننا أضفنا لكل مأخذ منصهرة مناسبة. المأخذ الأول أضفنا له منصهرة، هذا من أجل حماية الجهاز الذي سنركبه في المأخذ، حمايته من شدة التيار الفجائية التي ترتفع فجأة سواء بحدوث دارة مستقصرة أو خارج النطاق. إذن منصهرة للمأخذ الأول مناسبة، منصهرة مناسبة للمأخذ الثاني، ومنصهرة لدارة المصباح. كما هذه المآخذ التي كانت ثنائية نستبدلها بمآخذ ثلاثية الأطراف. إذن نجعل المأخذ الأول ثلاثي الأطراف، المأخذ الثاني ثلاثي الأطراف، ولا يكفي أن يكون ثلاثيا، يجب أن يوصل بالتوصيل الأرضي. إذن هنا المأخذ الأول موصل بالتوصيل الأرضي، المأخذ الثاني موصل بالتوصيل الأرضي. إذن هذا بالنسبة للتعديلات التي تجرى وتبريراتها. هنا هذه صورة فقط لنبين المأخذ الثلاثي واختلافه عن المأخذ الثنائي. المأخذ الثنائي لا نجد فيه هذا المسمار، يعني نجد فيه فتحتين فقط، وهو مأخذ غير آمن. نمر إلى التمرين الثاني عشر، المخطط الكهربائي لغرفة جديدة. أنجز لوناس مخططا كهربائيا لغرفة جديدة في منزله كما هو موضح في الوثيقة. برأيك ما هي التعديلات والإضافات التي تراها مناسبة لهذا المخطط؟ برر إجابتك. يعني هذا التمرين لا يختلف كثيرا عن سابقه. إذن فما هي التعديلات والإضافات التي تراها مناسبة لهذا المخطط؟ برر ثم أعد رسم المخطط الكهربائي. إذن نبدأ بالتعديلات. مثل ما ذكرنا هنا تعديل على مستوى المأخذ الأول، يجب أن نستبدل المأخذ الثنائي بمأخذ ثلاثي الأطراف ونزوده بالتوصيل الأرضي، كما نزود المأخذ بمنصهرة مناسبة للحماية. المأخذ الثاني هو ثلاثي لكن غير موصل بالأرضي، ينبغي أن نوصله بالأرضي، يعني نضيف التوصيل الأرضي هنا. والتعديل الثالث المنصهرة والقاطعة محمولتين على الحيادي في دارة المصباح، وهذا كذلك خطأ وغير آمن، فتنقل المنصهرة وتنقل القاطعة إلى الطور. إذن نعيد الرسم مع التعديلات كما نلاحظ. نعم، إذن مجفف الشعر مأخذه صار ثلاثيا، والمنصهرة مركبة على الطور. القاطعة بالنسبة للدارة الكهربائية للمصباح، القاطعة والمنصهرة على الطور،
وبالنسبة للغسالة الكهربائية أو الثلاجة لا يهم، الغسالة الكهربائية زودناها بمأخذ ثلاثي بدل ثنائي ومزود بتوصيل أرضي كما نلاحظ. نمر إلى التمرين الأخير على ما أعتقد. يقول: اشتكت أمينة إلى زوجها وضعية آلة الغسيل، إذ أنها كلما لمست هيكلها المعدني تصاب بصدمة كهربائية. إذن هذا العيب الأول، زيادة على انسدادات واضحة في الأنابيب الداخلية للصرف بطبيعة الحال. فكر الزوج في اقتناء غسالة جديدة، لكن اقترحت ابنتهما التي تدرس في السنة الرابعة متوسط مساعدة والدها في إصلاح الغسالة. واحد: ما هي أسباب عيوب الغسالة الكهربائية؟ ما هي الحلول الممكنة؟ إذن عيوب الغسالة الكهربائية لدينا عيبان. العيب الأول هو الإصابة بصدمة كهربائية عند لمس الهيكل، هذا يدل على حدوث تسريب من الطور إلى الهيكل، الأمر الذي يعني أن التوصيل الأرضي غير موجود. يعني فإذا كان المأخذ المستعمل ثلاثيا فهو لا يعمل لأن التوصيل الأرضي غير موجود، لو كان مزودا بتوصيل أرضي لما أصيب الشخص بصدمة كهربائية عند لمسه الهيكل. العيب الثاني انسداد الأنابيب، فهذا يدل على ترسب الكلس، ترسب الكلس الناتج عن كثرة الاستعمال لهذه الغسالة أو بسبب قدمها، وهذا ما سنعالجه بإذن الله في كيفية إزالة الكلس من قنوات الصرف عندما نتكلم عن المادة وتحولاتها والتفاعلات الكيميائية. إذن فالحلول الممكنة مثل ما ذكرنا هي أننا نزيل مشكل الصدمة الكهربائية باستعمال مأخذ ثلاثي الأطراف مزود بالتوصيل الأرضي أو موصل بالتوصيل الأرضي، ونزيل الرواسب باستعمال روح الملح، حمض كلور الماء لتحليل المادة المترسبة، ثم تنظيف مجرى يعني أنبوب الصرف من هذه المادة المستعملة. يقول في الفقرة الثانية: بعد إصلاح الخلل قام بالتركيب التالي. يعني بعد ما أصلح الخلل المتمثل في إزالة الرواسب الموجودة في الأنبوب قام بهذا التركيب كما هو مبين في الصورة. يقول السؤال 2: هل يمكن تشغيل الغسالة بهذا التركيب؟ علل واعطي حلولا لتشغيل الغسالة في أمان. في هذه الحالة من الجانب الكهربائي والتطبيقي فإن الغسالة لا تعمل، ومن الجانب الآخر حتى وإن عملت فالجانب الأمني غير متوفر. نبين إذن فالإجراء الأمني، نبدأ بالإجراء الأمني. أولا المأخذ المستعمل في الصورة هو مأخذ ثنائي، والقطاع الذي ينتقل إلى من المأخذ إلى الغسالة أيضا هو ثنائي. يعني هنا القطاع الموجود في الغسالة غير سليم. القطاع الذي ينبغي أن يكون موصول بالغسالة ينبغي أن يكون ثلاثي، يعني فيه سلك للطور وفيه سلك للحيادي وسلك ثالث للأرضي. ثم مأخذنا الذي نستعمله ينبغي أن يكون ثلاثي الأطراف حتى يتناسب مع الأسلاك الثلاثة الموجودة في الغسالة، طور وحيادي وأرضي. إذن بهذه الكيفية نحل الإشكالية الأمنية لاستعمال الغسالة. يبقى لنا الإشكالية القيمية أو قيمة الكهرباء. لاحظ بأن المنصهرة المستعملة في الصورة دلالتها 10 أمبير، يعني لا تتحمل شدة أكبر من 10 أمبير، و على ما يبدو الغسالة يقول استطاعتها، يعني إذا فهمنا العبارة الاستطاعة الغسالة استطاعتها 4.4 كيلو واط، بمعنى 4400 واط.
يعني أنت تريد أن تشغل غسالة بهذه المواصفات، تعمل ب 230 فولت، 230 فولت، وباستطاعة قدرها 4400 أمبير، 4400 واط معذرة، وتستعمل للحماية منصهرة قدرها 10 أمبير. إذن سنلاحظ بما أن الغسالة استطاعتها هي 4400 واط، سنطبق هذه العلاقة P تساوي E في E، قانون الاستطاعة. نستنتج منه شدة التيار التي ستمر. العلاقة الثانية E تساوي P على E. نحسب E تساوي 4400 على 220، فإن شدة التيار التي تحتاجها الغسالة هي 20 أمبير. يعني هذه الغسالة إذا كانت استطاعتها مثل ما ذكر 4400 واط، فإنها تعمل بتيار قدره 20 أمبير، والمنصهرة المركبة في هذه الشبكة أو في هذه الدارة أو في هذا المأخذ لا تتحمل أكثر من 10 أمبير. إذن فبالتالي فحينما تريد أن تشغل الغسالة تنصهر المنصهرة، وبالتالي لا يعمل الجهاز أو ينقطع التيار عن هذا المأخذ. إذن فالحل هو استبدال المنصهرة بأخرى دلالتها 20 أمبير لكي تشغل الغسالة وتوفر لها الحماية في نفس الآن. إذن هذه الحلول التي نقترحها في هذه الحالة، قلنا استبدال المنصهرة بأخرى دلالتها توافق وهي 20 أمبير، واستبدال المأخذ الأرضي بمأخذ ثلاثي ذو توصيل أرضي، واستبدال القطاع الذي هو هنا ثنائي بقطاع ثلاثي كما هو مبين في الصورة. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.